الاستجواب مثل ما شفتوه أنا أعتقد كان استجواب جدا راقي، سواء من قبل الأخوة الأفاضل المستجوبين، الأخ النائب الحميدي السبيعي، الأخ النائب خالد العتيبي، الأخ النائب بارك الحجرف، وكان طرحهم راقي جدا وفي إطار الدستور، وكذلك ردود الأخت الفاضلة الوزير هند الصبيح كانت ردودها في يعني قمة الرقي. ويبقى الحكم لأعضاء الأمة وممثلي الشعب. تم تقديم ورقة موقعة من 10 نواب بطلب طرح الثقة، ووفقا لنصوص اللائحة يجب أن يمر 8 أيام، ولذلك دعيت لجلسة خاصة يوم الأربعاء القادم الموافق 31 يناير ليتم التصويت على طلب طرح الثقة بالأخت الوزير المستجوب اليوم. بعد ذلك كان هناك اجتماع الجمعية العمومية للشعب البرلمانية، تم تزكية الأخ النائب راكان النصف كوكيل للشعب، وتزكية الدكتور أودر ويعي كأمين سر، وانتخاب الأخ النائب محمد مروي الهدية كأمين صندوق. وبعد ذلك جرت انتخابات عضوية اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، وتم انتخاب الأخوة الأفاضل دكتور خليل عبد الله وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي. هل قدمت ورقة فيها اسم سعدون حماد ثانية لطرح الثقة؟ مثل تفضل ذكرها اللاعب سعدون حماد ولم يتم فيها، لكن مثل ما ذكرت أثناء الجلسة أن هذا أمر بين النواب، أنا أقرأ ما قدم لي. ما قدم لي هو ورقة يعني لم يكن فيها اسمه، وكان فيها اسم يمكن شخص آخر وضع مكانه. هذا أمر راجع لهم، لم أشأ أن أفتح نقاش على موضوع بالنسبة لي جانبي. أنا أسير وفق الإجراءات اللائحية، يقدم لي طلب طرح ثقة موقع من 10 نواب، أقرأ أسماء العشرة، أتحقق من وجودهم في القاعة، طالما تم التحقق أعتمد الورقة ومن ثم أتخذ الإجراءات التالية. لذلك منو وقع، منو ما وقع، منو سجل، منو شطب، منو حاط، هذا ما هو شغلي، ولذلك لم أسمح بأن يضيع وقت المجلس في مناقشات وسجالات في هذا الموضوع.